مع كتاب التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي. يتألف هذا الكتاب كتاب التلقين من 25 كتابا و 35 بابا. سيجاري أرد الشرف إن شاء الله ذي المجالس إدي سدون لهذا ربي سبحانه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا ثمثن سلام ربي فلون. السلام عليكم ورحمة الله. وقيد المجلس ويس ثلاثة من مجالس شرح كتاب التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي. ذي المجالس نعدان نناد بلي ثمثن الكتابي كتاب مهم، كتاب يلخص أحكام الفقه الإسلامي. السجيد المجلس ويس ثلاثة أنفذو أك باب التيمم. التيمم ذو الرخصة. أقبل أنفذو المتن قلان ذي الكتاب ربي ذي القرآن الكريم ينات فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمم الصعيد الطيب ثقي في سود في صورتين، تسد في صورة المائدة الآية السادسة، تسد في صورة النساء الآية 43. باش نشوفوا الآية ياكي التيمم تسد في صورتين، تسد في صورة النساء الآية 43، تسد في صورة المائدة الآية 6. ضرب سبحانه دينان فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ونفر أمان أذير حر التيمم نكوني في كلت النعدان هضرت في الماء. الماء ذا شو دن النادكس ميدن شرح الكتابي ند الماء إلى قديل ماء مطلق بلا قيد ولا إضافة. ثقي عبارة مختصرة كونكليزيون سنتز مختصرة. الماء ذش ثوامانك صلحان الوضوء باش نزيل لخان توضي سوا شان توضي ثوامان ثماني ذا مزوارو. ولكن ذش ثوامان تاقين شرحي تيتي كنتني عدان ذي الفقه أشدنا الفقه ماء مطلق أي نمقار مدنا من ذويجك صلحا الوضوء. الماء المطلق باش ذي المطلق بلا قيد ولا إضافة المعنى يسلك أنا نخلظ أي فكي أكذ ومان وغن ومان نصلح نرى الوضوء أي غر هذه ضيفكي زدي أمان زديف أشيني غس زديف ولكن مخلظا أرجوزنا رمي الظليف جوزا للعادة لا للعبادة. العادة جوزا السوسيسنا ما تبحير التجرة السوسيسنا الأحوال يضبصين يجوز أثنى السوض يجوز باش أثنى السوض السوضة ما يخلضنا كذا ذو يفكي يجوز إما إلا أمن خلضنا كذا ثامنت ثامنت في الها أمن لهان إما خلضن وجوزنا راني العبادة جوزا العادة المعاملة لكوات الصوضة من اكتامن تذد والله يبارك يا خاكا هذه اللي يون الصوتي سوي زميرا سيدي خلط كان شوية انتامن تاكد وامان صافي جوزن. ولكن لو كان ذاكيني الكاسني اندلن وامان اكد تامنت نغيف كي جما دي ذوقي ذامان صافو ما دمود نظر ذامان اصلحنا راني الوضوء أنوك صلح للوضوء
زمان وميلا قصد السميض أمان دايا أمان سمحتي لي الدمغة ماناكي وكي أمان ميلو كان دخل شوية أكذ تامنت نغاكذ ويفكي أدين آمان خلظن صافي ثرني الدوالة وقيدنا عند الفقه ماء مطلق بلا قيد ولا إضافة ثورة آخر حاجة غيد نشرح ذا شثن وما نقيق صلحني العبادة ولا العادة الماء المطلق بلا قيد ولا إضافة مثل مياه الأمطار آمان اللهوة مياه الأنهار آمان سفن مياه البحار آمان البحر مياه العيون آمان لا وانصر نغثالة سدوض وكذا من ولا ما مش الحمد لله ثورة ربي شغدينا فلم تجدوا ماء ربنا ذكر الماء بلا إضافة إذن ما يجوز أن نسميه ماء بإطلاق هو الماء الذي يصلح للعبادة والعادة هذا المستفهم الآية كدنا فلم تجدوا ماء فتيمموا ربي سبحانه يستخدم حرف الفاء الفاء يجي في اللغة العربية تفيد الفورية على طول فا ودينار ثم ولا شمان روح سكال على طول سهالة لفيكاسيتي توتال فا ودينار واو ودينار ثم واو أداة عطف يفيد مطلق الجمع ثم أداة عطف تفيد الترتيب مع التراخي بعد مدة أما فا تفيد الترتيب التعقيد فورية الترتيب مع الفورية ولا شمان روح ارتيمهم وسقرارة ورد ظل غارة غلمان وفي غمان خاطئ وش كيف هذا الوقت ثورة ما إلا أقلك ذا مسافر في وضع الوحدة ذا الطهور الشمل وقت الطهور ولا شمان نغسل شوية طباناني في السيف فريثني في السيف خطر ما تفوضض سوى شاتك صدفاد وسيظر لا سوى شاتك صدفاد ولكن تظليث تسعيض البديل تسعيض البديل نمس فهم أم بعد ما شيث مثل ما تسعيض ستيب من خاطي أرجو الوحدة ونص الزوج ثلاث أي غار ألا مقريب هذه فات الوقت فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أثنى دقين فانت ثورة أدنوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ السفغ الإمام أحمد بإسناد حسن يناد جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا سبحان الله شوف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دي قار ربي سبحانه يفكي يكو القاع يكو ثموث يكو لي ولأمتي انسى في الأمة مسجدا وطهورا عندك في الحال الظال في القضاء زمور يبض الوقت نظليث ارسل سيل زمور روحات ساتظلت إلا نوامان الله يبارك بعد نوامان ولاش ستيم من مض تفرى وحدس هذا إلى الحديث واضينات وعطيت خمسا ربي في كيد لم يعطهن أحد قبلي ربي في كيد خمسة مثال وثنتي في كرغي وياض من الأنبياء لأنه ذي الأنبياء ذا ربي ثمي ذي شجعان سانك القدر أزاد الغرس ولكن لوين يكفكان النبي صلى الله عليه وسلم خاص سبيسيال إنسان
سيسنت وجعلت لي الأرض طيبة طهورا طيبة طهورا ومسجدا يك القار بالجمع الظلان دات بغير وثقي نعمة من النعم عندك يغ الحال ذي الخلا عندك روح تظل عادي طيبة طهورا ومسجدا فأيكم فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان الحديث متفق عليه خرجه الإمامان البخاري ومسلم إن الدأوين يطف الحال تلحقث الظلف أن ديلا صلى حيث كان أندى إثيوغ الحال على كل حال تصل الأحاديث سيكتفي بهذا ثورة أدور كلام واحد قطب من أقطاب المالكية اللي هو ابن عبد البر إن في التمهيد في كتابه التمهيد أشدنا أجمع علماء الأمصار بعد بين قوسين إن مما علمت شوف الأدب مما علمت يعني ممكن بلك هناك من لم يوافق على الرأي ولكن يخدم يثيد إنك مما علمت أين الزرغن غين السن غين صوضب أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور طهور كل مريض ومسافر وسواء كان جنوبا أو على غير وضوء إلى آخره يعني كلام مريح جدا ذكره هذا القطب المالكي الكبير ثورة أن روح دنوي ما ورد في المتن باب التيمم ميد يهضر باللي تيممكي هو طهارة بدل بمعنى ثلة الطهارة الأصلية هي الماء الطهارة المائية هي الأصل من بعد الطهارة الترابية هي البدل أصل وبدل أنروح تيمم ولا شمال أظل السبا سوف نشرحك السباف ينال وأما شروط جوازه فشرطان أغدقار لنسين الشروط باش أنروح تيمم الشرط الأول عدم الماء مولى شمان مولاش أمان عدم الماء صفي عند عدم وجود الماء وهو الأصل نلجأ إلى التيمم ولا شمال والشرط الآخر تعذر استعمال الماء مع وجوده يعني وين يسعى العذر سلا السبة يسعى غسلا ومان ولكن أريز ميرارا غادي يستخدم أمان ثيك ولا تفضي ونسين الطبيب شذا مضين واستخدم رمان لو كانت تستخدم ضمان لهلاكي أذي زاد ما يزاد لهلاك شرعك قر سخف في إيمانك من باب التخفيف سبحان الله شوف حكمة الشريعة حكمة التيسير أمان اللان ولكن لو كانت تسير ضد لهلاكي كذي زاد جمال روح تيمم مملكا يتأخر البر الشفاء أدي يستضيب هيني لهلاكي يزمر واحد تلت أيام أربع أيام سمانة عشر أيام أدي يحلو الجرحني ولكن لو كان السير سوامان بلك هذه قيمة قول شهرين تخري ومان أيغر من باب التخفيف ورب سبحانه القرآن الكريم ينات يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا رب ديقار ربي فغى أذي السخفف في اللون والإنسان ضعيف كمل
أشو دينا تعذر، والشرط الآخر تعذر استعمال الماء مع وجوده. بعد أشو دينا عادم الماء لا يجوز له التيمم إلا بعد طلب الماء وإعوازه. وينك نيون فرمان ماشي كان ذغا ولا شمان ذي طوموبيل ذي لامال ذغا شين الخماطيم خاطي يا شودينا. إنك عادم الماء لا يجوز له التيمم ورسخ ذمر التيمم إلا بعد طلب الماء وإعوازه. أثنى ذي الظفمان مثو في ضرى ذينا أترو حضر تيمم يرنى أن ذي يجي أقل فاقي تزمر فيك خطر بيد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أثنى ذي السوين من الزمر بلا ما تفرطض ذو قد لنيذك ماشية جضة ثفاميد ذقيون الخلاء أصين درجو كان ضروح غاكذ خدمة 10 كيلومتر كا 20 لا 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 ناذي كان ذي قم كان انداث الليض ثريونا ديماجينا مثلا يلحون قفريد سورتو مذي زيكا لحون فوضار نغف في الزيلان نغف فوعاوذي ونغ يوض الوقت هذه الصال هذه ناذي ذي الجياني كان هذه مقلق زرني بلك مارسا غمان أذرني في قرفن بلك يسعى العنصر بلك ثلاث رقا ما ثوفي الطوفيض ما ثوفي ضردين روح استيمم وتسقوى ذرا أشو دينا عادم الماء لا يجوز له التيمم إلا بعد طلب الماء وإعوازه. فإن وجده بثمن إما يفث ولكن سيذري من ذاقي ما يلا ذين ميزمر أثي دياخ خفيف الله الله يبارك ما يلوري زميرارا يحوج ذري مني ذي السفرينس وثي دي تسغار ذو حرتيمو بقى كان تفصيل دقيق تمسلت ستان ديتاي ذا مشطوح ولكن في كيسة زال ما يلا ثورا قلاك ممكن أن تسافر تسغى ما تقبري ما يلا يون يسوفر ولا شيء دريم لك ساعة أثني حرزي وين نظن أثني حرزي القوث إدوى يتغوص أنك حواجك إني خاطي ويتسكر أنا دريم ميس دقوامان أخطر يسعى تيمون يرنا أديغ كان أمان ريسو إثي سيث خطر إثي سيث فاذ الشياضي وما يشاضي ما يفوذ يحوج أمان هو رزمير ذيك سفاد النيس سوين النظام إلى قمان نغل المشروبات الأخرى. طيب من تفسير كيف ذريت بعد شو دينا لا إما إلا لن ومن ذعذن يقاذ يعني في منيس مثلا يقاذ اللصوص يقعد يتمني فردان يقعد لوحوش لكن يلاون العنصر ذو قذرار نغذي الغابة ولكن يقعد تروح حرا ولا قالت خلم دينا رجلا لا 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 تغامر وقرميك ذي الطيق. الدليل ربي دينان لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني وتسرميك ذي الطيقة تقر ذي مانيك بلك المضرة تدور ذي مانيك خاطي أن ديل الخوف اذعذ إلى اليسر ليسر ليسر. الإسلام دين اليسر ربي سبحانه ذنسي دينان يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ليسر نمس فهم أشو دينا يناد زيادة مرض أو تأخير بر لأن دينا كنا ثاني نفيد
ما إلا لنومان ولكن ثقاظ لوكان أتسرد سوامان لهلك ذي زاد نض الشفاء لنفوس ربي أذي عطل زر كان مهجر حظ مثجد كان أكني أذي كاو أذي قار أذي لحم يتلحم إيميل كل مرة تسيريض غاد وري حلو يرى غسد يحلو ولكن أذي عطل صافا شي قار والسخدام راه آمان أري يعطل الشفاء الشفاء لنفوس ربي ثقيك ويناث انتت بعد شدنا أن يخاف على نفسه أو على قبل هذه إن أن يخاف متى تشغل باستعماله فوات الوقت لضيقه مع تبش ذيوض أديو يمن الني نسي السن قال ثنا يوث ترقى نغيوث تلا قم كانيهين لو كان أنا وض دق لغي الله يبارك ذو قم كان دا قوان تثرقوا قوان لعيون الله يبارك ولكن سين لو كان أضروح غردين تزداوي غمان التوظيق أي روح الوقت نتظلف وقت الصلاة معتبر ربنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فظلف تسعى الوقثيس ميديكش من الوقت نتظلف إذا كان ظل ذا شو ذا غداك سمحتي الوقت اللي مقارن لان ثلاثة الوقاف يوم الوقت اسمه وقت فضيلة وايض اسمه وقت اختيار وايض اسمه وقت ضروري ثلاثة قلنا وقت فضيلة أول الوقت إذن المؤذن الطهور في الوحدة غير عشرة إيمار كان يثلها يكفى الأذان أتزر الرواتب ما تيسر أتزر صلاة الفريضة أمزول أول الوقت وقت اختيار سقوس مريض الوحدة غير عشرة روح على ماذا الوحدة ونص على ماذا الزوج على ماذا الزوج ونص على ماذا ثلاثة وقيم كل وقت ثقيم يسميس وقت اختيار ملميث زلط كيف كيف أقلك زلط ذي الوقت بعشيذ القضاء وقي صليت أداء لا قضاء لماذا؟ لأنك أوقعت أو أديت صلاتك في جزء من أجزاء الوقت الاختياري الوقت يكوينك الوحدة غير عشرة الوحدة ونص الزوج زوج ألم ثلاثة ثلاثة وشوية ألم قرب ديكش من العصر وقيك وقت اختيار معناه لمارش دو مانوفر مقرف مليح ماشي كانت يوضل الوحدة ولا شمان تيمم لا لا مازال الوقت بلك تصلحوا واحد نص ساعة 40 دقيقة صف ضمان إما لا روح تسوي لي شقلك ذي الوقت ذي الوقت من مي قريب ذي الوقت من العصر ذينا يديك شمل الوقت ويس ثلاثة اسميس الوقت الضروري الوقت الضروري ذينا صلي بتيمم لا فافور في وضد الرخصة ثب ضد ونبي صلى الله عليه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ربي حمل مغديف كالي فافور الرخص أثنت تنستخدم يحمل أما كن داغي يحمل أنت في العزيمة ثورا لا تسافر مياك هذه فغي ومدا قيس سي سيدي سحنون سي مقلع هذه روح سي الجمعة هذه ني يفغ مثلا في 12 يديمار إلى يلحو يبوض مثلا الرغاية عندها يبوض الزاير
انت مازال يسكمي لافريس روح وهران نغل زاير يطفي ثلا يشمد كان الوقت الظل الطهور ركعتين العصر ركعتين اي غار ثقي ذو الرخصه ما الزرد تاما طهور كومبلي اربع ركعات يجوز ما الزرد ركعتين اي خير خطر بيفكيش رخصه اذي السفسس في الله مربع غلط السناف يرنيش رخصه النظام اتزلط جمع التقديم قصرا نغ جمع التاخير قصرا اي غار شي زرني مانيش يما توضا ذاك سكوخان اث الحوض في وضا مثلا ذراع بن خدا زينك يطف الطهور ما شاء الله ازاد ركعتين الطهور ارنو ركعتين العصر قالك صلوضو ذاين والسعودار اغفل اغفل ما فوض الجزائر نغر وهران ندث اغض اللوضو ندث قاريض ندا الشرع يستخفف في الله نغلا إما إلا أدي أظن كيني خاطي إلا قد ستوخر يجوز ثغال طهورني الوحدة الوحدة غير عشرة من ما تزلل آت تزلل في الخمسة تمديث يجوز في الخمسة تمديث الخمسة وربع يجوز الخمسة ونص قل كان شحال الوقت صافي توسع في الله ذا شو أتزلض جمع تأخير أكذ العصر شو تخدم هذا الحسابي أسين ضد وظهر وهران هذيك هي جوهين أربعة ونص قريدي وهران عادي أسلح قضل شوالي أتغض اللوضو أتزلض ركعتين من طهور قصر السناف وترنوض السناف من العصر الله الخير ربح هذا أكثر من ذلك لو كانت زلد العصر أدنيض الله أكبر زلد ركعة واحدة يثنى ركعة في السناف الشيخ يدن المغرب أخينا مبروك في الله صلاتك في الوقت أدنى ضمش أخينا غيوث كانك شدن قبل ذي وضع المغرب أقلاك كذو قادي الظلن دي الوقت سينفاضر أشكيته أشكيت أمين أدي الحق صلاة الجماعة مع الشيخ أدي صلاة العشاء أربع ركعات أدي الحق ركعتين قالوث يعني ركوع أو ركعة بسجدتيها نقولوا فقد أدرك صلاة الجماعة يعني نال فضل صلاة الجماعة غصر روح أنت ثلاثة ثلاثة ودي الحقارة ولكن حقد كان يوث ثاقي تيسير من ربي سبحانه وهذا مش لي فافور ديفيا المهم وقت العزيمه عزيمه عندي لقبات من داخل العزيمه داخل العزيمه اي غرض اني غوالاقي خاطر شو دينا المصنف يناد والثالث ان يخاف متى تشاغل باستعماله فوات الوقت لضيقه أو لتأخير المجيء به أو لبعد المسافة في الوصول إليه أمني بعد يعني المسافة باش تصوض الورص أو لعدم الآلة التي توصله إليه كالدلو سبحان الله إما توفي ظلفير تفيض الفير يسعى امانه ولكن ثيطي ثوالف افوسي ثوريزميرا ثياوض ثكي يضرد في الناس سيت ان ديتاي اذا مشطوح شغلي في كذا كل بروبابيليتي ياكل احتمالات اكس مرنا ديضرو على بالكم في كواليس مثلا ما نقرا كذا الفقه سين سبحان الله فكتب في ساعه ثلاثة أربعة القرون تا خمسة تا سبعة تا عشرة القرون ونند كيران تمثل ثورين تنحواج ثورة دوميل فانتين قريبا نكشم دوميل فاندو أمش كان تاقي قناص الاستشراف الاستشراف
المعايير تمغلي غير زداد مثلا دي ليكونومي دي الشوالقه تفضيون ان اكسبير يخدم دي دي لي زانفيستيسمون يخدم يسن يتوالي غير زداد اكيد البروجي كي ابري اون اني ديال يتوالي خاطر يسن ميديو تدفق سوا سوا نغا تيدياوي تقرب ويكذاكي يستشرفون اين الزمرنا ديغرو اروم ذا ذاك يوالي اشي قار ايمالي ولاش الاله امان اللان ولاش افيذون افيذون يلا ولاش امرار ثوال الرين خاطر ما الا افيذون يلا ولاش امرار الى قادر الليسين اتشد ضا امرار سافيذون اصد القضاكا أغلفير أدعى مرضى من أستوضيض هما إلا ثوفي ذا مرار ولا شافيذون نا ثوفي ذا أبيذون ولا شامرار روح تيمم وخدمار لفونتور سيون كينيا ولاش المغامرة لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هذا أشو يكمل أو لعدم الآلة الآلة ند لعدم الآلة أي لعدم وجود الآلة التي توصل إليه كالدلو أشد هنا إلى آخره والرابع أن يخاف على نفسه أو على إنسان يراه إما إلى جنكة الصغيون لك تجرى ضضاع لا قرر مش طوح نغا خطي روح أستيب من مض المهم يتصل تفاصيل يكسي دي بروبابيليتي زعما ضرونت يعني مسائل ابرد شو دينا واما المحبوس ولا ذوين اللي ندير الحبس في تسويره سبحان الله واما المحبوس فكالعادم للماء وكذلك المريض الذي عنده ماء لا يجد من يناوله إياه فهو كعادم الآلة أدي قارويني لأن ذا محفوس أراني غخم ذي سولغ أولا ذنتسا كعادم الماء حكينا غد المجاهدين النغمة فانطفنا فنشد داخل الحبس يتوشود واجي شو زعما هذه خدمه هذه خمتا يمو شوف شي خمتا يمو سواش افوسي توشود انا حمي ديال الوقت هذه الزال بلا لوضو بلا تيمو وفضلتي الصحه ولا يعيدها شي تعوذرها ماشي مدي فاصيل الحبس هذه يعاود خاطي تطفي في فرنسا غير الحبس تشديت تاع تفيف ماشي شرط ولاش لا تيموم لا يمن والو ذاك إليك ميل المحبوس يتوحبس وسفكين رمان أمين سعر أمين أنوفا رمان إليك ذا غوني هالشن ذا موظين يسعى أمان أموظين يسعى أمان ولكن لا يجد من يناوله إياه ولاش ورس ديفكن أمان كيف كيف لن ترى مدن يسعى جارد مالاد جارد مالاد يجي لها في عون ذي كل شيء من ذي الظليف يرثى الشيء وإن كان في كل لأنه قد يسعى تضيعا ذي ريت ميك شمس في الطار ويتظلر هذه الشم كان سيف كالكونجي مستني ضيغ راكي نظام وضين قريب في الطار إدي جا مشي راه توضي هذا مشي راه تزلى هذا مشي مي من القبله اني كاين يخدمني سيروم امطر حواكا في ياكل السباثه وسين ترك القيمه ياكل هذا نسلم على لي فاضل هذا هو يزرو ازرو هذا مشطوح ازرو اسي السرسري في السمثه من الميديا وضروق تنزلي ثاني الزار ستايمون سفرا واحد موريز ميراثي عيون هيون جارد مال هذا نغمور هنا بلاك الصحة أنا خيريس إيه القفلاني القفلة نورمال يا أخي القفلة غساكا نتوري زميرة لا دير القفلة هذه الزلاكا هذه الزلاكا هكا سقطت عنه القبلة
سقطت عنه القبلة. لماذا؟ لأنه لا يقدر على تحصيلها تعيينها والزميرانة ما يقدرش ويسار تزمرت نغي يسار تزمرت ولزرارة أيو نركب لافيون أمشي على الزر دي لافيون هذه الزر سيغيمي نغالا ورسي قرارا الكوموندون ريس كانك هنا الدار رشيد سيني ريس كانك شوط القفلة قيصر العار كعاث من بعد سيني كيني ما إلا غاكونا غوالاك سيما تكفو مثازاليت بل كان وغالا نسيد نكا صافي يسعى خط السير الكوموندون يسعى خط السير صافي ملا ليش وداكي سقطت عنك القبلة وكي قرنص للشريعة تخفيف إسقاط تخفيف إسقاط المعنى إيش سقطت عنك القبلة أورد زلارغ القبلة أكن توفير الظل وخلاص أما الغرب أما الجنوب أما الشرق أما عند أثره كيف كيف وجد هنا وجد المقصود بوال القاضي عبد الوهاب البغدادي. وأما المحبوس فكالعادم للماء وكذلك المريض الذي عنده ماء لا يجد من يناوله إياه فهو كعادم الآلة مقامش تشبه كعادم الآلة أمنا إولا نمان ذي الفير الفير سامان ورسالة أمرارك ذو فيذون كيف كيف خطر ليش وثائم وليس من شرطه ألا يكون حاضرا بل يجوز للحاضر والمسافر على الشروط التي ذكرناها من بعد. فأما صفة التيمم أم يعني كيفية التيمم فهي أن يضع يديه على الصعيد سنفسا الصعيد إما ضرمل نغذشال نغضى زرون إلى آخره. ولو كان ندير شو تغبرك يجوز سبحان الله يغل وشلقي أشال ينفع ذي كلش أشال ينفع ذي كلش هذا الميم ذي العبادة ينفع وشال إنك يضع يديه على الصعيد هذه سرسفة سنسة كان يسين إما إلا يون يظن يون وقي يظن أتفضيون بعد مثلا يهلك وكذا يتوشو دور زميرة لا خلاك سيون كان سي ساري خمتايمو ماذا وقي قهلك نسواقي كيف كيف كل شيء ميسر أن يضع يديه على الصعيد ثم يمسح وجهه ميخذ مكا الوجه ذذمس هذه زيور قادومس أذن ثم يمسح وجهه كله من منبت الشعر إلى أسفل الذقن ويديه إلى المرفقين ميخذ مكا أذميس أم بعد أفوسيفوس على ماذا المرفقين المدقي ثورا نصل التفصيل المدقي ذاقي ذا غير ذو ظانيس هذا يغل ذا غير واقي ذاقي غير ذو ظانيس الله أكبر لا يا سين كان دي الوضوء ضرب الوضوء شا السر إيفاسني من بعد ديمي من بعد كذا من بعد نزرني من بعد وذمي من بعد نو يرني غدر بكي قرص وكال يرنا فاسيليتي فاسيليتي دو بايمون ها كل شيء سهل وغدينا انا غتخدم دوك الاعضاء كامل يظهرني يفس خاطي خاطي قروا لا 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 سين كان يا ناس كنت اذا في سنه السنه دايا سيوث ثم ذا شو دينا يمسح وجهه كله يديه المرفقين إما إلا اقتصر على الكفين الكوعين المدقي يجوز إذا سمي هذا المدقي نغث حارض باش ترفضه كل شيء فاسيل كل سهلة دقي خدمو ذميك أرني فاسني شكا الله أكبر تفرق واحد ما تخدم ضر دقي هذا من السنة أفضل
افضل ما ولاش وغادي كنسيا هاد لا ليميت لا ليميت سهل ساهله مهله كلشي سهل ان اقتصر على الكفين الكوعين اجزاه اجزاه يجوز هذا والاختيار ضربتان فإن اقتصر على واحدة جاز ما لديني كلمة الاختيار يعني الرأي المختار إلا ما قال الكتب السيدة اختيارات فلان اختيارات ابن قيم الجوزية اختيارات الشوكاني اختيارات الإمام النووي اختيارات القاضي عبد الوهاب البغدادي اختيارات نسا يغرى الفقه يفكي غد خلاصة بقر يعني الأفضل يوث فالأخذ الأفضل سناف فالاختيار ضربتان سناف شو المعنى يس المعنى يس تخذ مضاكة ثيثة مزواروث ساكن نغرمل نغصازرو نغازرو تتفضك القفوسيك أتتفض أكا عشان ما يرس ما يرس الله يبارك ما ظهروا أم قران خذ مسكن أكا نطفي في ديال فوسي لا يا ما ظهر من هذا دخل فسني أكا أذني فقلت سمزوروس في السنات ضربة الثانية إي فسني ما ثغل السيا أي خير ما ثغل السيا يجوز أثنت سهل وقدنا والاختيار ضربتان سناف فإن اقتصر على واحدة جاز فأما ما يتيمم به فالأرض وما تصاعد عليها الأرض يكوي تسمى الأرض القاعة وما تصاعد عليه أي لنسف ليس من أنواعها يكوي نسف لا أما كالتراب دمكال زيد والرمل يكوك قذق كامل يجوز في الاسم اي لله يجوز الى اخره وبعدين شو دينا ولا يجوز الجمع بالتيمم بين صلوات فروض وقي راي الساده المالكيه لقي المدرسة المالكية أكيدنا أكيدنا أما ذي القاضي عبد الوهاب البغدادي أما يك أقطاب المالكية الإمام مالك صاحب الموطأ أما صاحب الرسالة ذي هضرت في اللاس ابن أبي زيد القيرواني أما صاحب المختصر الفقهي للشيخ خليل ولمن قارن كوني سيدي خليل سيدي خليل ينادم كل ظليث استخدم مضي ونتيمم فور مثلا يون اوري الزولارا المغرب ذي العيشة نتسا الى قاس التيمم الى قاس يخدم تيمم الى المغرب وحدس وذيرنو التيمم النظام العيشة وحدس كل يوث وحدس ما تشاهد يخدم يون تيموم هذه الظال المغرفة كذ العيشة خاطي كل فظل في الفرض بتيمم واحد سيون تيموم عند غيرنا هناك في الفقه من يقول بخلاف ذلك يقول لك التيمم كالوضوء مريخ سرارة التيمم يجوز مما الرأيقي معتبرة فيك ولك يطفي الحال خواج الرأيقي طبقي توظنك الفقه يوسع اختلاف رحمة أتصير قلت أنت ونيت إزمرت لعيشة يحرص الحال مليح خدميون تيمم ظلي سنسين المغرب ذي العيشة نورمال مادا موشي خسيرة تيمم منين أشوك سخصار تيمم ذلك سخصار الوضو فورا كنا قلا نسعى الوضو إيون مالي خسر الوضو راح يغلوضو هذا هو الوضو جديد
ولا التيموم كيف كيف مادام التيموم ينيك يوري خسرارا خروج الرياح نظرا ما شو في سخسارا وشيرو حرا تيموميك با كيف كيف من سبب الوضوء اكيد نان وياض ولكن دي الفقه المالكي اكيد نان طبعا كل واحد عنده ادله انكم كل تظلي تيموم ولا مازال خمسه لانه قال يقطون تظليف يغرم تظليف هذه التيمام هذه غرم تظليف الصباح يكفى هذه عاود التيموم هذه غرم طهور هذه عاود التيموم العصر المغرب العشاء كل تظليف تيموم نمسفهم وكيد معنا بوال ولا يجوز الجمع بالتيمم بين صلوات فروض على وجه ويجوز بين نوافل عدة نوافل الميل يوني فغادي يخدم قيام الليل هذه الظل 10 ركعة 22 ركعة عادي خدم يون التيمم الظل ما عجبك 40 ركعة سيون سيوا ما يخسر تيمم ما يخسر عيداس مولاش أقلك متيمم كمل المثكفيض من بعد شو دينا ويجوز الجمع بين الفروض والنفل إذا قدم الفرض ذا شو المعنى يس أتزلظ الفرض صلاة العشاء ثورة قريبا نزاصة العشاء مزلظ العشاء سيون التيمم الظل أين تفغيض أتصل الشفاع أترنوض عشرة ركعات نافلة بعد ختمية سلوثر عادي المهم إناد إذا قدم الفرض ظل الفرض من بعد النوافل ظل أين تبغض بعد شو دينا ويجوز النفل بتيمم الفروض زل الطهور ستيمون أقلك ستيمون فغاد صنوض الرواتب ورثن وضاو كتزلض تيمون شمض الجامع الظل سيس ركعتي تحية المسجد عادي ولا يجوز الفرض بتيمم النفل يعني ما تخدم تيمون باش تزلظ النافله مثلا تزلظ صلاه الضحى تزلظ الضحى سنه اربعه او سته او ثمانيه تسقي صلاه الضحى من بعد زلت مثلا في 12 تي صلاه الضحى مازالك تيمم يساد الطهور خط خاطر الشيء تخدم التيمم النافله مد يبغض الفرض عوز التيمم ماذا العكس صحيح تخدم التيمم الفرض تسد النافلة الظل في إيمانك أين تبغض النوافل إذن التيمم نفهم باللي يون ريتي من الفرض يجوز بشري الظل سيس النافلة ما تيسر وريجو زارة هذه جمع بين فرضين أما كدنا طورة العصر المغرب العشاء الصلوات يعني الفرض خاطي كل فرض ستيموم إيون في ما تقرر في المدرسة المالكية إما إلا إيون اسمح فيه إنوذا ثمن ريفارة يتيمم إلا ينوم دا كليسي إلا يدس أي تقلب في الله من سيسة تسعوان من بعد يساد من داكوليس يبوي دامانيذس يفاثد يفذا فظلي ستيمون هذا فكر مثال من لانك الدراشيد ناك السي شريف ذي سفر من بعد انكيني إلى قتي من مخ كشيني ساد اللوضو انكيني يروحي اللوضو قريبة ديال الوقت قاضي وقت ضروري يعني إلى قتيم المغ ولفارمان ولكن كيفاش تقلب ظن النظام كاسمي ولا خاطرك زلط الشيء نقلك الوضوء تفرش عليك إن كيني
الى قد تظل التوره ولا شد هذه في هذا الوقت خدمه كتيمم في ديغا تظل الله اكبر الشنيذ ثوسيضد ثوفيضيد بيضمان ثوفيضمان ثوفيض ثارقان وثوفيض العنس ربما ثوبيضمان اي دفض في ديغا تظليث اهل طار غا الحبس تظليث خطر ثوفيض في ضمان نضيش على خدمه أذكم لغ تظل استيمم أي غر تلا القاعدة شدنا من دخل في العبادة بوجه مشروع لا يبطلها لا يبطلها شو المعنى قاعدة مهمة شو فيها سمليح من دخل في عبادة بوجه مشروع لا يبطلها إن كيني اسمي فذيغ شمغ ذي العبادة شمغ ستيموم ذي الوقت اللي شمغ ستيموم سير الفيزا سير تأشيرة سير الأوتوريزاسيون سير الشرع أوتوريزي أقلي شمغ أقلي ليغال بطريقة شرعية بوجه مشروع استخدمي استخدمي كريم سينكا المهم يكون الميساج هذه هو الرساله تاعو يعني نزرى اخواننا واخواتنا يعني على مستوى كثير من الدول حتى خارج الجزائر والحمد لله فاهمين ثمسالتك هذا منهجنا المهم نستفهم نستخدم ثقفيلي نستخدم ثعرف نستخدم المهم اذي وض توض الفهم سوسوا الدخول في عباده بوجه مشروع غس ولو كان غسكن فذيغ ولو كان ثلاثة ثواني ثبيض دمان أذكي من الغكان لكن ستيمون يكفى ووال هكذا دخلت بوجه المشروع ثاني حاجة أخرى ربي سبحانه قال لا تبطلوا أعمالكم فذيغ ولا قالت لذلك هو لسعى الوسواس إلى قد يعاسي مانس الدواء يكفي قلهاني الوسواس دواء سي مسلم شرع تغض اللوضو سي بون كي قال لي خي سي بون دايما يزميت لو كان استغضى والي الوسواس كي يرجو الوضو ينكر فير شطب لصي دارني كان كيني هو تصوض فوسي فوس تصوض تولي ضكاي وقيلا وقيلا استعوض الوضو خطا ما استعوضو كذا استريح الوسواس اللي خدم لك الرئيس يزميت خاطر موش اللي غادي يروح من مرض الزليث تتعوض التزليث ابرجع يروح رمضان اذغان كيعتسب لذلك دخلت بوجه المشروع يكفى ووال حاجه النظام اما الا سمحي سي شريف سي راشد سمحتي في زردي اسمه ونول صروح حمد المسافرين من بعد وثوفي مرا امان يشمو خمزاليث تظلم ستيمو من بعد قبل هذيك فال وقتها مازال الوقت نزاليث مازال بالك 20 دقيقة ديك شمال المغرب سي شريف إناس كيني تيمما غزولا دايم تعود غير العصر كيني سي رشيد سيناوا وفي غمان اشو يخدم سي رشيد يعاود يغلوضو يعاود العصر نسيت كانت وردي انا وكسان الحق انا سي شريف كسان الحق هذا انت سال زهر سي شريف قال سي شريف اي سي رشيد الحمد لله هذا نشا سي رشيد سليش قرر روحنا كرسي شريف يعني سي جوزي سي ذا شو اكون صفر حق النبي صلى الله عليه وسلم سين الصحابة اكيس انتظر سوا سوا ذي صفر يون يعاو ذارا يعني الشمسة سي شريف ويض يعاود كشا سي رشيد مايض صافي مخلفا كملنا فريد المي بظنار النبي صلى الله عليه وسلم استقسمت
حكينا ثم شاهوت شو يضران إزوار قلنا كنو نعاود راه إناس كشيني أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ما شاء الله شيني ثبت سوسوا يموت عاود الضار سافي فافور خدميت رخصة والسلام صافي فرح إوا يظني ظني سراجو صافي مادام أمداكلي يبوسي سوسوا صافي نكيني نكيني ولاش وستثار بلا مداكلي سي عاوده يغلوض يعاود يزاليت إلى اسم الشيني لك الأجر مرتين سال الله جرام زوارو إمثتي من مض تزولف سال الله جرام السين إمي ثغلوضو تعود الظالف فرح ميسين خاطر ولا ثنيثني فرحان الصحابة ولا ذنكو إن شاء الله نفرح ياك جاءوا مثال ويث أرثم لليث سلام ربي في اللون.